السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لا علاقة له الدري داير الدجاجة، لا صديق بهذا العدم. هذا العدم إلا تصوب له، إلا غادي تجيب له راه خصو يصوب له الستارة ديالو أو الدجاجة ديالو أو شيء من هذا القبيل. اسمح لي، راه ما نجزئوش الأمور، راه خصنا نتكلموا بنوع من الواقعية، ما نجزئوش الأمور. هذا فيه نوع من هذه الصورة ما عندها حتى شي معنى. السيد جايب دجاجة ديال مراكشي وحطها على عميري، بحال اللي شاد الدري في عمره 12 عام وغادي تلبس له سروال ديال 6 سنين، وبالتالي راه ما يمكنش يعطي نوع من الجمالية. ولا تجيب شي تصويره، جيب لي التصويره ديال الناس اللي تيركبوا بيه واللي معروفين بيه، جيب لي التصويره ديال جغو، جيب لي التصويره ديال البوعبادي، فهمتيني؟ جيب لي التصويره ديال الناس اللي اصلا تيركبوا فيه ونشوفوا واش تيعطي جمال ولا ماشي جمال. مع انه انا ما تنقول حتى مفهوم الذوق ومفهوم الجمال مفهوم غير ثابت اخوتي، مفهوم غير ثابت. دابا تنلقى شي واحد تيقول لك لا ما خصو يكون هذا اللون، خصو يكون هذا اللون، هذا راه نوع من التحجير على الناس صاحبي في الاذواق ديالهم. ما يمكنش، راه ما كاينش نوع من الوصايه على الناس، وحتى مفهوم التراث ما تيخلقش نوع من الوصايه. لانه يعني فاش تنجيو نتكلموا على مستوى اللباس، هو تطور في الالوان ديالو، ما عرفنا نوع من التطور. بون الدفرة تلبس في السبعينات، الناس دابا تلبس جلابه مخزانيه وسوس دي مولاي وهداك الشيء طايح والكتيفات نازلين والزين. اذا وبالتالي راه خصنا نكونوا تنحترموا اذواق الناس. يمكن انا تنشوف شي حوايج ما تتناسبش الذوق ديالي، لكن تنحترم الاخر، لانه يعني سبق وجر وعام هو تيطير باش يدير واحد الطابلو معين ويعتقد على انه غادي يدفع عليه واحد الجماليه واحد الرونق. نجي نقول له لا خصك تلبس اما الابيض واما البيج. هذا راه انا في تقديري وسمحوا لي مع احترامي ليكم بواحد الشكل كبير، هذا نوع من التحجير على الناس، هذا نوع من الممارسه الفوقيه على الناس. ما يمكنش. الخطوره اللي شفتها انا صراحه هي راه ماشي غير في العميري، في جوده الركوب. باش نتكلموا على جوده الركوب هنا، لان هذا انا ما عرفتش مجموعة الأسئلة تتبادرني، واش نقدروا نحسبوه تبوريدة نوع من الرياضة؟ إذا كانت حقيقة نوع من الرياضة فهي عندها مواصفات واحدة أخرى خصنا نتكلموا عليها بمعايير ديال هذا الجانب هذا. والرياضة راه تختلف فيها جودة الركوب من فارس لفارس ومن منطقة لمنطقة، وكل واحد والقدرة ديالو. إذا كان شي مخاطر غادي نقولوا الآن، راه كاين هذاك شنو تنسميوه التسبات أو شيء من هذا القبيل اللي تيجيو واقفين أصلا، راه تيحملوا خطورة أكثر من هذا الشيء. ثم الاصل اللعبه ديالنا حنا فيها الخطر، يعني حنا تنلعبوا بالبارود، فالخطوره راه ماشي دائما في نوع ديال السروش. غادي نقولوا على انه هذاك العميري ما تيخليش الانسان يكون ثابت بواحد الشكل او بنسبه اكبر بحال شكل المراكشي، ولكن راه ماشي ديما هو السبب في الخطوره. انا هذا انا سمحوا لي، انا غادي نعطي رايي بنوع من زعما ما اراه، يعني بالقناعه الشخصيه ديالي. حنا اللي خصنا نشتغلوا عليه، وان كان حتى هذا جزء مهم واللي تيبان لي هو مهم، هو ان نرجعوا مفهوم تبوريدا للحقيقه ديالها، لان هي كانت تدار من اجل ان الانسان يخرج يفوز، من اجل ان الانسان من بعد واحد التعب ديال واحد السنه وبعد نهايه المحاصيل الزراعيه وتيخرج انه يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على ما انعم عليه من نعم، وتيخرج مع خوتو ويتلاقى ويخرجوا نوع من الفرجه ونوع من المرح. هذا المفهوم هو اللي خصنا نرجعوا ليه. مظاهر ديال 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 الركوب غادي تختلف، وانا مع الناس اللي تيديروا، انا نقول لك علاش مع الناس اللي تيديروا العميري مع تقدير المنافسه الان اللي خلقات لاسوريك، وان كانت هي صلحات في واحد الجهه وواحد الجهه. المنافسه اللي خلقات لاسوريك خلات الناس تنافس على نوع من الجوده والثبات في الركوب. راه ماشي جميع الناس اللي تيناديو بالتراث وبالاخر، انا راه غير اما يكون سبع وياكلني واما يسكت. نقول لك الصراحه ديال مجموعه ديال 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 الناس اللي تنعرفهم انا تيناقشوا هذا الموضوع، الا عطيتي عاود وقلتي له اجي مثبت على ركابك القدام واجي ناصب، اجي ناصب على ركابك القدام وهز المكحله وقاد ليا، راه ما كاينش. انا تنشوف الناس تبارك الله دابا بحال الناس اللي مازالين محافظين على هذاك الركوب، ولكن فاش تشوف الصربه طالعه راه ماشي نفس الطابلو، راه دري تيلوحوا العاود تيطيح وينوض يطيح وينوض يطيح وينوض. وهالفيديوهات كاينين الان ونرجعوا لهم، على عكس الناس اللي تيجيو راكبين على العميري تينصبوا اللور، فهمتيني؟ تيجي الطابلو وقاد بنادم راه غادي جاي مقاد، ما عنده فين يدفعوا العود. ما ناصبش على ركابيه ومكالبيه، هذه هي الحقيقه. الناس تدير باش تقدر تنصب لقدام وما يطيحهاش وما تبقاش يلوح على العود اللور. في المنافسه هذا شيء مطلوب، هذا نوع من التطور. انا في تقديري تنتكلم على المنافسه، فاش تنتكلموا عاوتاني على اطر واحده اخرى ديال او مهرجانات واحده اخرى ديال المواسم الاخر، هذا نقاش واحد اخر. وانا هذا هو صراحه هذه هي القناعه اللي عندي، تنقول على انه العميري ولا العداله ولا هذا الشيء اللي جا جديد خص الناس يتعاملوا معاه بنوع من الجماليه، يعني اللي غادي يركب عليه خصو يعطيه حقه باش ما يجيش هذاك الشيء بحال هاد التصاور اللي تنشوفوا، وخص بالمقابل
يعني ركوبه راه انا اسمح لي انا تنركب عليه ركوبه مرتاح. انا ركبت على المراكشي ونصلت لقدام مرارا، تلاحيت لقدام وتلاحيت اللور وشحال وانا تنتقاتل حتى وليت نركب على المراكشي مزيان، ولكن لقيت راسي بالنسبه لي الاسلم في الركوب هو الركب على العمير. قد يكون هذا تقول ضعف قدره الفارس. سيدي حنا 17 و18 راكبين، راه ماشي بنفس المستوى. كاين اللي ضعيف وخصو يجي معاك الطابلو، وكاين اللي تبارك الله راه سبع راه تيجي واقف، عطيه له من اللاطي يطلع به واقف. وهنا تتفاوت القدرات. فاللعبه الجماعيه تيخصها تكون الكفاءات فيها متناسبه على مستوى الرؤيه. هذا هو تقديري والله تعالى اعلم. اللي تيبغي ينقد نوع من الامور اللي طرقت لها التبوريده او اللي عصرنا التبوريده او تمشي للتراث، انا نسول غير واحد السؤال جدلي، واش التراث شيء ثابت او يتطور وتطور الزمن؟ وهذا مفهوم في الاصل ديال التراث. واش حقيقه التراث شيء ثابت لا يتطور؟ الا كان التراث شيء ثابت لا يتطور فالتبوريده الحاليه كلها خصها تلغى، ماشي غير في الوسائل ديال الركوب ديالها، يعني من الاساس ديالها، لانها تغيرت بواحد 80% عما كانت عليه من ذي قبل. الا كان انه التراث يعرف نوع من التطور كباقي اي شيء في الدنيا تعرف نوع من التطور، فخصنا نحط الامور في الحقيقه ديالها ونطالقوا قبل ما نناقشوا، كيف ما تيقولوا جميع الناس اثبتي العرش ثم انقش. ما ننطلقوش من المفاهيم اللي هي ماشي ثابته، اللي هي نسبيه، ونحاولوا نجعلوها ثابته ونفرضوها على واحد الجيل اللي هو يختلف تماما، لا في العقليه ديالو ولا في التصور ديالو ولا في طريقه رؤيته الواقع ولا شيء من هذا القبيل. المفاهيم اللي هي قديمه جدا وهي براسها عارفه التطور، لان تاريخ تبريده من اللي بدات راه ماشي هو اللي كاين دابا، يعني كل واحد 10 سنوات تدخل عليه شيء جديد، كل 10 لا على مستوى اللباس، لا على مستوى الخيول، لا على مستوى الممارسه، لا يعني كاين مجموعه ديال الاشياء. وبالتالي لازم لينا حقيقه ما نظلموش واحد الناس، وبالاخص ما نناقشوش بنوع من السخريه، يعني فاش تنجيو نناقشوا علينا احترام الناس الاخرين، وحتى الا بغينا نبطلوا الكلام ديالهم نناقشوا معاهم بنوع من الموضوعيه والرزانه، والاراء تختلف وكل واحد عنده الحجه ديالو وكل واحد عنده الراي ديالو. انا بالنسبه لي تنشوف على انه التبريده على شكلها الحالي، تنهضر في الظاهر، انا بالنسبه لي اللي يحز في النفس تنشوف المظاهر التبريده وتنخليو الروح ديالها. لا نتكلموا على التبريده، راه تنتكلموا عليها كتراث ماشي غير في اللباس وفي الزي وفي الطرق، راه تنتكلموا عليها كاصاله يعني عاشها المجتمع المغربي، تتورط التكافل، تتورط التزاور، تتورط التراحم، تتورط التربيه، تتورط التدين، تتورط مجموعه المفاهيم اللي هي اصيله فينا الان ما تنعيشوهاش، وتنمشيو الامور اللي هي بالنسبه لي جانبيه وتنجعلوها اساس للنقاش. اذا غادي نعاود السؤال ديالي مره اخرى، واش التراث شيء جامد او انه يتغير؟